لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تعزيزات أمنية في حي النور بصفاقس بعد استلام مهاجرين أفارقة على إحدى المباني. تم صباح اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 إخلاء إحدى المباني بحي النور بطريق المطار في صفاقس بعد استيلاء عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء عليها. وحسب وردت الإذاعة الوطنية بأن المهاجرين تعمدوا الاعتداء على رجال الأمن بالحجارة، وطالب الأهالي بضرورة وضع حل جذري لانتشار المكثف للأفارقة في تونس وما تهددهم من مخاطر تهدد سلمهم الأمني والاجتماعي. وأكد مدير النظافة والعناية بالبيئة ببلدية صفاقس فائز الصمت تسخير كل الموائد اللوجستية والبشرية بمشاركة الجهات الصحية لتعقيم المبنى بمنطقة حي النور فور انتهاء مختلف الوحدات الأمنية وحضور مسؤوليين أمنيين كبار من إخلاءه من عدد كبير من الأفارقة، حيث تم إخلاء عمارة تقوى قرابة 500 مهاجر غير نظامي. أخلت وحدات أمنية مشتركة بصفاقس صباح اليوم الاثنين عمارة قائمة بمنطقة حي النور بصفاقس الجنوبية تاوى حوالي 500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بسبب التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس. أوضح وكيل الجمهورية والناطق الرسمي في تصريح صحيفة قناة تونس أفريقيا أن عملية الإخلاء العمارة جاءت على خلفية تذمرات وردت من سكان منطقة حي النور وممالكي الشقق نتيجة تردي شروط حفظ الصحة بالعمارة وفق معاناته المصالح المعنية بالإدارة الجهوية. وأضاف أنه تم القبض على مجموعة لا تقل عن 20 مهاجر أقدموا خلال عملية إخلاء العمارة على رشقة أعوان الأمن والحجارة وتسبب لهم في إصابات خفيفة، مشيرا إلى أن فرقة مقاومة الإجرام قد فتحت بداية شهر فيفر الماضي بحثا في شأن هذه العمارة، وذلك بتكليف من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس.